مهمة قبلين، هنعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها؟ حلها ازاي يعني؟ لا حلها بسيط عندي، هما كلها غرزتين هتشكي وهتبقى زي الفل. غرزتين ايه؟ يا بنت لما يجي الدكتور صبحي هتفهمي كل حاجة أول ما يعمل لك العملية. لا دكتور ايه، انا ما بحبش العمليات وبخاف منها. دي عملية بسيطة قوي، سهلة جدا، هيحولك كده بقدرة قادر من مدام لمدمزيل. ما انت قلت لي على الرفع سهل جدا. لا لا معلش المرة دي بجد صدقيني، حاجة بسيطة وسهلة. وبعدين ايه يعني؟ احنا كده بنبقى مش بنخم الراجل وبنضحك عليه، مش حرام؟ لا اصلا لا لا، انا ست صاحبة عيا مش هستحمل اللي انت بتعمليه ده. جرى ايه يا بت؟ جرى ايه يا بت؟ جرى ايه يا شيخه خوخه؟ منكم نستفيد يا حبيبتي؟ جرى ايه؟ انت بتعرفي في الدين اكتر مني ولا ايه؟ انا اللي اعرف الحرام والحلال، هو من انت يا اختي تستير البنات بقى حرام؟